أعلن أحمد صادق ذياب المتحدث الرسمي باسم شركة صلة نفاذ جميع تذاكر مباراة السعودية وأستراليا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين يوم الخميس المقبل في جدة، مؤكدا أن المقاعد في ملعب الجوهرة لا تخضع لترقيم معين، حيث يحق للمشجع الجلوس في أي مقعد مناسب له. أعلن طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي جاهزية نواف العابد للمشاركة في مواجهة أستراليا، فيما أكد جاهزية السهلاوي لخوض المباراة، مشيرا أن الجهاز الطبي فضل عدم مشاركة الأخير في المباراة وسيتم تجهيزه لمواجهة الإمارات. اقتربت إدارة الهلال من اتخاذ قرار بعودة خالد شرحيلي لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات الموسم الحالي، وتأتي هذه الخطوة وفق شروط بين الطرفين على الانتظام والانضباط، حيث تعتبر الفرصة الأخيرة لشرحيلي مع النادي. كشفت مصادر مقربة من البرتغالي غوميز أنه يعتبر من الأسماء المرشحة لقيادة النصر خلال الفترة الحالية، حيث تشير المصادر أن هناك شبه اتفاق نصراوي على إقالة زوران بعد المستويات المتواضعة التي يقدمها الفريق. تشير وسائل إعلام سعودية إلى أن هناك خلافاً بين المصري كهرباء وإدارة الاتحاد لأسباب تتعلق بعدم وفائها بالتزاماتها مع اللاعب برواتب 3 أشهر إلى جانب توفير سيارة وسكن، فيما نفت شخصية اتحادية رسمية لبرنامج المنتصف وجود خلاف يستدعي إثارته بين اللاعب والنادي، وأن الأمر لا يتجاوز مستحقات متأخرة. يعقد أعضاء شرف نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا لهم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وذلك بقصر سموه، وسيتم في الاجتماع مناقشة جملة من الأمور التي تهم مسيرة النادي في حاضره ومستقبله. ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني لأعضاء شرف النادي في هذا الموسم، وكان موعده قد حدد في الاجتماع الأول.